قامت إدارة بنجاب بوليس وسيف سيتيز أثوريتي بتنظيم حفل خاص لإظهار التضامن مع فلسطين، وبقيادة المدير التنفيذي محمد أحسن يونس. شاركت جميع وحدات وضباط إدارة الأمن في الاحتفال، وأظهروا تضامنهم مع شهداء فلسطين ودعوا للجرحى بالشفاء العاجل. وفي هذه المناسبة تم التأكيد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات فورية لوقف القصف الإسرائيلي والظلم في فلسطين، وأن يقوم المجتمع الدولي بالعمل الفوري لإنهاء الحصار على غزة، حيث ذكروا أن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسان دون رادع يردعهم. وتم التأكيد على ضرورة الوقوف معهم خلال الحفل، كما تم التأكيد على أن باكستان هي من الدول المؤيدة لدولة فلسطين المستقلة التي تأسست قبل عام 1967، وأن القدس الشريف هو عاصمتها.